المشاركه ديالي في العرايش. الحمد لله توفقت على المرتبه الثانيه والسباق كان ممتاز، منظم منظم مزيان، والحمد لله الاحوال والتشجيعات ديال البوبليك كان حاضر والحمد لله. الباركور كان واضح، زعما كان البريفينغ البارح كان توضح زعما كيفاش كان الباركور، ودرت واحد الدوره تعريفيه قبل ما نسابق، وزعما تعرفت الحمد لله كانت شي باليزي مزيان، كل شيء باين واضح للباغيير في بلاصتهم. فوالا يمكن تكلمنا على المشاركه المسابقه ديال النادي ديالكم، اذا كان ممكن شاركت بحال في النادي، شمن نادي نتوما؟ الدار البيضاء. حنا كاسا تخيليت الدار البيضاء، و حنا بينا جوج اللي شاركنا في هاد المجموعه، حيت مازال ما تابعين لا فيدراسيون، ما تابعينش الجمعيه. انا دابا شاركت بسميه ديال اوداغ بتخي اكاديمي ديال اكاديمي. نعم اش من كانت قلنا شي ارتسامات ديالك على اول مشاركه ديالك بصفه عامه؟ غادي نرجع لابد شي مره اخرى نرجع. قالوا غادي يصيبوا الطرقان حسن العام الجاي، اذا سميتو الباركور في بيكالا غادي يكون عتاني حسن، وان شاء الله نعاود نرجع.